من الصغر من الدار تنت فاكسينا البيكير كتضرب لك ديال الحضيه. الوالده كتبغي تخرج تقول لي حدي خوك الله يضيع التلفازه، حدي اختك لا طاح من السرجم. كبرنا شويه مشينا للمدرسه، كتمشي للمدرسه حيت تبغي تخرج الاستاذه المشروع ديالها للاستاذ، ولا الاستاذ تيبغي يخرج المشروع ديالو لعند الاستاذه تيقول لك حدي الدراري نجحلو المشروع مع الاستاذه ولا نجحلها مع الاستاذ. تجي كتعطيك العقوبه، ما نجحلهاش المشروع كتعطيك الفلاقه. خرجنا للشارع، هذا بناي، هذا صباغ، هذا صباغ وهذا بناي، لاش لبس بخير؟ واش انت نايض حتى للتسعود وباغي تلبس بخير بحالو؟ هو كتدخل في المسمار ديال 10 والمسمار ديال 6، علاش ما يلبسش بخير وانت ناقص للتسعود؟ نوض بكري حتى انت تلبس بحالو. كاينه الحضيره النافعه والحضيه المضره، بحال الجراثيم المضره والجراثيم النافعه. الحضيه المنفعه هي حضي لي ونحضي لك، حضي اختك، حضي الوالده ديالك، حضي لجيرانك، حضي بلادك اللي يدخل العدو ليها، وحضي جيابك. والمضره هي علاش توقف باب الزنقه، هذه خارجه طويله، هذه طالقه شعرها، هذه مكيه، هذه غليظه، هذه رقيقه. حضي راسك يا فلان، لا يفوز بك القمار. شكرا.